بسم الله، اليوم رح أعمل رز مدخن مع الدجاج. أكلة كتير طيبة وبتلبق كتير للعزايم واللمات، رح تعجبكم إن شاء الله. بالبداية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك، ولو لسه مو مشتركين بقناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد. ومن خلال الفيديو رح أعمل كمان تشتني صوص اللي بناكله مع الرز، كتير طيب وبلبق مع هالأكلة. رح أكتب لكم كل المكونات أسفل الفيديو بصندوق الوصف، ويلا نبدأ نشوف طريقة عمل الرز المدخن مع الدجاج. الدجاج بعد ما غسلته كتير كويس ونشفته من المي، هلأ بشوحه بالزيت. دائما شوحوا الدجاج بالزيت وشوفوا النكهة المميزة اللي رح تحصلوا عليها بالطبخ. هلأ رح أضيف المي السخنة، بتخلص من هاي الرغوة اللي بتطلع. قرفة هيل ناعم ورقغار ضيفهم للدجاج. أنا هون بدي البهارات ناعمة، أنتوا لو بتحبوا تضيفوا البهارات صحيحة على راحتكم، بس أبداً ما بحتاج أكتر من الهيل والقرفة وورق الغار. بدي البهارات تكون ناعمة لأنه القرفة والهيل هيك حيعطوني طعم أقوى ورح يعطوني لون حلو كتير للرز. بنص مرحلة استواء الدجاج رح أضيف بصل صغير وبندورة صغيرة، بضيفهم ملح الدجاج. يعني حبات البندورة والبصل لازم يكونوا حبات صغار لحتى يطلعوا معانا بالتقديم بشكل أحلى. بترك البصل والبندورة يستووا مع الدجاج، أول ما يستووا رح أطلعهم مباشرة. للخلطة اللي رح أدهن فيها الدجاج عندي توم مهروس، بضيف للتوم شوية زيت، ما بخليه أبدا ياخد لون، بس مجرد أقلبه إشي بسيط بالزيت. مباشرة بضيف معجون طماطم للتومة، شوية هيل وشوية قرفة، بضيف لهم شوي من مرق سلق الدجاج. هلأ البندورة والبصل استووا عندي، رح أشيلهم مباشرة على صينية الفرن اللي رح أشوي فيها، والدجاج كمان استوى رح أطلعه من المي. هلأ الصلصة اللي رح أحطها على الدجاج جاهزة، رح أخذ كمية وأحط فوق الدجاج بهاي الطريقة، أو بتاخدوا الدجاج قطعة قطعة بهذا الشكل. بأخذ الدجاج بحطها بغطسها بالصلصة وبرجع برجعها على الصينية، انتوا بتختاروا الطريقة اللي أسهل إلكم. هلأ بدخلهم بشويهم بالفرن بس تحت الشواية. رز بسمتي منقوع نص ساعة ومغسول ومصفى من المي. ضيف الرز لمرق الدجاج اللي سلقت فيه الدجاج. طبعا بهاي المرحلة بتعدلوا الملح، بتشوفوا لو بحاجة ملح بتعدلوه، وارتفاع المي فوق الرز بيكون هالقد. حط الفحم على النار لغاية ما يجمر. لحتى يطلع معاكم الرز نثري لازم نطبخه بطنجرة أكبر من كمية الرز، يعني مش على كمية الرز أنقي طنجرة صغيرة وأحط الرز فيها، لا، أنقي طنجرة أكبر من كمية الرز اللي حنطبخها. هلأ ما بحرك الرز نهائيا، بتركه يغلي على نار عالية لغاية ما ينشف سطحه. أول ما يوصل الرز لهاي المرحلة ينشف سطحه تماما، رح أوطي النار تحته وأغطيه وأتركه 20 دقيقة على نار هادية جدا. رح أحط شوية صفار الزعفران. لاحظوا ما لمست الرز أبدا لحتى أحافظ على شكل حبة الرز وما تتكسر معي. بعد ما جهز عندي الرز رح أعمل حفرة بوسط الرز بهذا الشكل، شوفوا ما شاء الله. هلأ عندي هاي القصدير عملتها على شكل صحن، راح أحطها بالوسط بوسط الرز. هلأ راح أحط الفحم اللي أنا جمرته بالوسط بهذا الشكل، الزيت السخن. مباشرة بحط الزيت فوق الفحم وبغطي. هلأ بترك الرز يتشرب كل نكهة التدخين اللي طلعت من الفحم تقريبا 5 لـ 7 دقايق. ليش زيت الزيتون اللي أضفته؟ لأنه زيت الزيتون بيعطي كمية دخان أكتر من الزيت النباتي. لو مش متوفر عندكم زيت الزيتون بكل بساطة استخدموا الزيت النباتي. صلصة جنب الرز رح أحط علبة لبن بالخلاط، فلفل حار حسب الرغبة، بقدونس، ملح، عصير ليمون. هلأ بضربهم على الخلاط لغاية ما يصيروا ناعمين. هيك تشتني صوص صارت جاهزة اللي رح ناكلها مع الرز. هلأ هيك الرز صار جاهز. هلأ بشيل القصدير. الرز عندي جاهز، رح أقلبه كله مع بعض. شوفوا ما شاء الله. هلأ الدجاج والبصل والبندورة تحمروا، رح أحطهم فوق الرز. هلأ ببلش، شوفوا ما شاء الله الدجاج شو حلو لونه. برتب الدجاج فوق الرز بهذا الشكل. هلأ بأخذ البصل بهذا الشكل بحطه، بوزعه فوق الرز. البندورة كمان برتبها فوق الرز. ما شاء الله ما بقدر اوصف لكم قديش الريحة رائعة، جربوها ورح تدعوا لي. لوز مقلي التزيين حسب ذوقكم، شو بتحبوا زينه. انا ماما لايك افرو، كتير بحبه، سوي يم يم.
وبنهاية الفيديو شكرا لحسن متابعتكم، وبشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد ووصفة جديدة.